السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سأريكم 3 مواقع لتصنع صورة بالذكاء الاصطناعي. أول موقع ستجده في هذا المقال ستجد اللينك في الوصف. نعمل كليك هنا. الموقع الأول artguru.ae وسيفتح معك الموقع بهذا الشكل. الموقع لا يتطلب تسجيل وفيه تولز كثيرة. هذه تولز تخص صناعة أفاتار أو صناعة صورة بالذكاء الاصطناعي أو أن تحذف باك جراوند أو تصنع فيديو بال AI فيديو جنراتور بالذكاء الاصطناعي. ما نتحدث عنه اليوم هو Text to AI Image، يعني من النص إلى صورة. لن تأتي إلى الترجمة وتكتب جملة مفيدة تعبر عن ما تريده. مثلا أنا كتبت صورة لرجل يجلس أمام كمبيوتر ويصنع صور بالذكاء الاصطناعي، واخترت مقياس 640 على 380. نأخذها كوبي معي الخاص بالصور ونعمل لها لصق ونعمل كليك على Generate، ومباشرة بعد أن يملأ هذا المستطيل تظهر الصورة في الأسفل. هذه صور جاهزة، إذا كنت تريد أن تستعملها فلا بأس في ذلك. هنا إذا كنت تريد سكوار يعني مربع، هنا مقياس طولي، هنا مقياس عرضي، هنا إذا كنت تريد صورة واحدة، اثنتان أو أربعة. أنا اختار اثنان كي يعطيني الاختيار، ويعطيك حتى 4 في نفس الوقت بنفس هذا الكلام. سأعطيك إما 1 أو 2 أو 4 حسب اختيارك. ستجد الصورة هنا في الأسفل. تلاحظ أنه لا يزال يحمل الصورة. ها هي ظهرت الصورة وستظهر الصورة الثانية هنا، وأنت تختار الصورة التي تناسبك. المهم أن تكتب له الوصف بشكل جيد يناسب ما تبحث عنه. والآن تعمل لها داونلود بشكل بسيط جدا وتستعملها كما تريد. الموقع الثاني، نعود إلى المقال، تنزل إلى الأسفل، وها هو الموقع الثاني tezuko.com. تعمل كليك عليه وسيفتح معك بهذا الشكل تحويل النص إلى صورة. إذن تعمل هنا البرومت أو الوصف، تعمل له لصق وتعمل ران، وهو سيحضر لك الصورة. هنا تختار الموديل الشكل، هل هو بهذا الشكل أو الثاني أو الثالث أنواع. ثم هنا هل تريد الباك جراوند أو لا؟ ستظهر الصورة هنا بعد أن ها هي الصورة، ويمكنك أن تحملها كذلك for free. ها هي داونلود وتستعملها بكل بساطة. ثم الموقع الثالث، نعود إلى المقال، ننزل إلى الأسفل ونجد الموقع الثالث magicstudio.com. تعمل عليه كليك يفتح معك الموقع بهذا الشكل، وتعمل كليك هنا تضع لصق الوصف و كريي اون ايماج، يعني اصنع صورة، وسيعطيك الصورة هنا. كل هذه المواقع فيها كذلك المزيد من التولز. إذا أردت مثلا هنا أن تعمل كونفرت من الويب تو بي إن جي أو أي آر جنراتور أو إيماج أبسكوال أو باك جراوند ريموف، تنزع منها الخلفية أو تضغطها أو جنراتور أي، أو المهم أن فيه تولز كثيرة. ها هي أحضر لنا الصورة، وتعمل لها داونلود من هنا تيليشارجي إذا أردتها، وإذا أردت أن يعطيك واحدة أخرى تعمل رفخ شير هنا، تعمل كليك وسيعمل محاولة
جديدة، وبالتوفيق للجميع.